نظمت مديرية الصحة والسكان محافظة الإسماعيلية قافلة طبية شاملة بقرية السلام التابعة لمركز ومدينة القصاصين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم الكشف على 1000 مواطن، حيث شملت القافلة عيادات متنقلة في 12 تخصصا طبيا، كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحي للتوعية بأهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. جميع القوافل الموجودة في كل أسبوع في كل قرية لخدمة أهالينا البسطاء اللي ما كناش هنوصل لهم قبل كده، ولا كانوا منسيين وكانوا عانوا لكثير لفترات طويلة من التجاهل والإهمال. دلوقتي لا، الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة أنشئت خصيصا لخدمة أهالينا في القرى وتنمية الريف المصري. النهارده احنا بنخدم أهالينا في إدارة القصاصين في منطقة الخفيج. لحد دلوقتي احنا تقريبا ما يخرج من 700 فرد حتى الآن، والقافلة لسه ما خلصتش. الإقبال عالي جدا. أي حالة بتجيلي مش تخصصات اللي عندي، المفروض ان انا بعمل لها احالات للمجمع الطبي واي مركز من مراكز التامين الصحي الشامل، واي احالات عندي للمستشفيات الجامعيه بتبقى بالتنسيق مع مؤسسات حياه كريمة.